ملك النحل يمكن هذا أقرب أو أدق وصف ممكن للمقطع اللي حنشوفه مع بعض كمان شوية، والمتداول حول العالم خلال الأيام الماضية. فناس كثيرة من اللي شافت الفيديو وصفت الشاب بملك النحل بعد ما ظهر في الفيديو بينقل مستعمرة نحل كاملة فيها آلاف النحلات من مكان لآخر من دون ولا لسعة وبكل هدوء وروقان. الفيديو اتضح أنه متصور في الدومينيكان والشاب هو نحال، أما الخدعة اللي استخدمها في نقل النحل فهو أنه ببساطة حط ملكة النحل في يده فتجمع النحل عليها لما شعر أنها ما هي متعرضة لأي أذى. خلونا نشوف المقطع ولا حد يفكر يسوي زيه.